هذا هو القدر وما فينا نهرب منه. تضحي لأجل عائلتها، يعيش دون عواقب. أنا بعيش حياتي مثل ما أنا بدي. ستجمعهما الصدفة. بكفي، أنا اللي بقرر بهذا البيت. ويمتحنهما القدر. يا ريت في طريقة تانية. هذا هو واقعنا يا ابني. لا بابا لا. فريد، ابتداء من 30 أكتوبر على NBC4 بالتزامن مع عرضه في تركيا.